السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا، وياكم أحمد البكري في أول مرة، وأول مرة على قناتي، وأول مرة على اليوتيوب والفيسبوك، وأي برنامج ثاني أنا أقدمكم البرنامج الطيار المهاجر الريفي والشمالي. طبعا هذا البرنامج في منطقة ويست في كولومبيا البريطانية، مقاطعة كولومبيا البريطانية، مقاطعة جدا كبيرة تحدها من الجنوب مع أمريكا، ومن الشمال همينة ويا أمريكا ويا ولاية ألاسكا. اليوم راح نتكلم بخصوص برنامج الهجرة وعقود العمل في منطقة ويست. احنا كنا نحكي ودائما أعيد وأحكي أنه المجتمع من المجتمعات 11 طريقة هجرة إلى كندا، ما عدا باقي طرق الهجرة العادية، ما عدا باقي طرق الهجرة إلى كيبك. هذه 11 طريقة هجرة إلى كندا اليوم، ومثل ما عودتكم كل أسبوع يوم سبت أو جمعة أتكلم عن طريق هجرة ريفية شمالية. تكلمت عن يوكان، تكلمت عن مناطق الشمالية، تكلمت عن المناطق الشمالية الغربية. اليوم راح أتكلم عن المناطق الريفية والشمالية في مقاطعة كولومبيا بريتش أو كولومبيا البريطانية. طبعا هنا يتكلم عن المقاطعة، هنا يتكلم عن المدينة، منطقتنا هي كذا كذا، فيها أكثر من هلقة شخص، يأتيهم زوار برية، مناطق برية جميلة، مناطق طبيعية، مناطق اقتصادية. اكتشف منطقتنا بها 5 يمكن أو 7 مدن داخل هاي المنطقة، تقدر أنت تكتشفها تدخلها وتدورها وتشوف شنو البيها. طبعا احنا اللي راح نتكلم وبصراحة عن هاي المنطقة، عن شلون نقدم الى عقود عمل. طبعا هنا العقود العمل في هذه المنطقة شروط جدا بسيطة، لا تحتاج لغة، لا تحتاج تعليمي، لا تحتاج شهادات ثانوية او جامعات. انتبه وياي واستمعني للنهاية. طبعا هذه المنطقة فتحت او فتحوا في نهاية هذا في بداية هذا الشهر مارس على عقود العمل، وتغلق في مارس 2023. يعني هذا البرنامج فقط الى مدة سنتين مو اكثر، ويغلقون هذا البرنامج. هذا البرنامج حقيقي 100%. وهاي انا اضغط هنا، طبعا انا جيتكم من الصفحة الرئيسية Government of Canada، انا جيتكم من الصفحة انا جيتكم من الصفحة الرئيسية مالت الوظيفة، ما جيتكم من موقع الحكومة كندا، لان بصراحة انت راح تدوخ وما راح تعرف من تدخل ومن تطلع. فاني رأسا اجيت دخلت على الموقع الرئيسي للمدينة، وراح اخليه بصندوق الوصف. بس اني فتحت هذا الموقع للمشككين اللي يقولون هذا، اذا قالوا هذا الموقع خيالي او موقع ليس له اصول على حكومة كندا. لا، هذا الموقع حقيقي وعنده اصول على حكومة كندا ومتصل بشبكة Government of Canada. ندخل هنا للمعلومات للمتقدمين. المتقدمون طبعا هنا يقول لك على الويب، اذا تريد الاي ار سي سي طبعا ندخل عليها، همينة يطلع لنا Government of Canada. هذا كلام كثير تقدر تتكلمه وتقدر تقراه، بس احنا نستفاد. ننزل الى اخر الصفحة مثلا، هنا منطقة ويست كولومبيا بريتش هي هاي اللي نريدها. يقول لك ابحث عن وظيفة، نضغط عليها تطلع لنا هي نفسها مرة ثانية، هذا للتأكيد المرة الثانية على انه هذا الموقع حقيقي 100%. وندخل على المتقدم المعلومات. طبعا عملية التطبيق التأكد من استيفاء متطلبات الأهلية الفيدرالية، نضغط هنا حتى نعرف شنو الأهلية، شنو اللي يريدون منا، شنو الشروط المحتاجية من عندنا.
طبعا ريتشارد سنة كاملة من الخبرة في عمل في خلال 3 سنوات التي تسبق التقدم للحصول على الإقامة أو عمل في هذه المنطقة. يعني من 3 سنوات يريد سنة واحدة فقط خبرة، والساعات المطلوبة هلقد، ولا يمكن تجمعها في أقل من سنة. لازم عندك سنة خبرة كاملة، طبعا مكاتب لغة، مكاتب شهادة لغة، مكاتب. هنا في هذه المنطقة محتاجين أيدي عاملة، محتاجين، ما عندهم تعقيدات، ما عندهم شهادة لغة. ما يريدون إذا كنت من أيدي المهرة وتقدمت على أحد الوظيفة، أنه ما راح يطلب منك شهادة لغة، راح يطلب منك محادثة أو كلام شفوي، أنه good morning, how are you, what are you doing، من هذا الكلام. وأنا أتوقع أنه جميع في الشرق الأوسط يشاهدون الأفلام الأمريكية والأفلام الأجنبية اللي تتكلم اللغة الإنجليزية. فهنا نتأكد من استيفاء أنت وصاحبك المعايير العمل، هاي طبعا على صاحب العمل. نماذج الطلب طبعا همينها هنا، هذا كله على صاحب العمل، بس هم لازم يخلوه كلام في كلام في كلام. احنا ومهمتنا اليوم البحث عن عمل بدوام كامل في المجتمع، في منطقة وظائف، نضغط وندخل عليها. طبعا البحث في جميع الوظائف الشاغرة، الكلمات اللي احنا ما نحتاجها في كل المنطقة نحتاجها، في الفئة خاصة، احنا ما نختار فئة خاصة، احنا نختارها كلها. بس هنا ننزل أهم شيء، احنا ما نريد مؤقت، ما نريد دورة، ما نريد موسمي، ما نريد دوام جزئي، ما نريد في مكالمة، هاي كل نشيل عنها الصحات. من نريد الوافدون الجدد إلى كندا، ما نريد حسابهم الخاص، ما نريد الغير رسمي، البرنامج التدريبي هم ما نريده، والتطوع ما نريده، الشباب والطالب ما نريده، ولكن نريد فقط وقت كامل ودائمي، عقد دائمي. طبعا راح اشوفكم هنا في نهاية الصفحة اكثر من 8 صفحات طلب للعمل، وراح اشوفكم التواريخ طلب للعمل، وراح اشوفكم شلون نقدم على الوظيفة. طبعا طريقة التقديم جدا سهلة، طريقة التقديم جدا بسيطة، بس اهم شيء اهم شيء انه تكتب السي في او السيرة الذاتية. السيرة الذاتية لازم تكتبها مثلا بطريقة جميلة، لا تقل عن 5 أسطر ولا تكثر عن 5 أسطر، تكون تكتبها من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا وظيفي، من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا وظيفة. يعني تكتبها بطريقة جدية وجميلة، بحيث صاحب العمل من يجي يقراها رأسا تشده إلى ويقراها. طبعا هنا أنا مدير تنفيذي، ماس، رئيس حرس الإنقاذ، مساعد مكتب، مدير تنفيذي، ماهر سباك، خصائص اجتماعية. طبعا هاي كلها وظائف. ندخل للصفحة الثانية، أنا طبعا ما حكملكم ال8 صفحات يعني، بس أنا راح أشوفكم معظم الوظائف، راح أشوفكم الوظائف سهلة. أكو مثلا مدرس يد، مزارع أو مساعد في مزرعة، أو يعمل فلاح. طبعا هنا تريد دوام جزئي ودوام كامل. تاريخ الإعلان نشرت منذ 4 أيام، تنتهي في أبريل. الموقع، العنوان الوظيفي، ساعات 30 من 34، الساعة، الفلوس 17 دولار و50 سنت. طبعا هنا يقول لك المشروع متحمسون الموثوقين فعنك مرتاحين في جو لائقين للعمل لأيام طويلة في الخارج ومستعدون للتعلم. يبدأ الدفع من 16 دولار إلى 17 دولار في الساعة اعتمادا على الخبرة. ده يقول لك اعتمادا على الخبرة. طبعا هنا لو قريت هذا الكلام كله راح يقول لك إزالة أعشاب ضارة كذا كذا، بس ماكو شروط التقديم. يعني تقدر تقدم، يعني أنت أي شخص يقدر يقدم على العمل في مزرعة وبدوام كامل. إلى جماعة المشككين اللي يقولوا لي ما يصير تقدم، هذا عمل موسمي، هذا دوام كامل مكتوب في بداية الصفحة. أقدم، قدم على العمل، الاسم الكامل، العنوان البريدي، رسالة خطاب أو تغطية، رسالة لصاحب العمل: أنا أتمنى العمل في هذا الموقع، أنا أحب الزراعة، أنا كذا كذا، أنا تربيت في الزراعة، أنا طبعا أنا أحب المناطق الريفية. هذا كل الكلام
هو صدق انه تحس انه كلام سطحي، ولكن هو مهم الى صاحب العمل. وتحط صح، هنا تنزل وتضغط هنا، تكون منزل على تليفونك او عندك حاسبة السيرة الذاتية الك، وتسحبها وتنزلها وتقول ارسال التطبيق. طبعا جدا سهل ارسال التطبيق، وهم نروح نشوف وظيفة اخرى. نشوف وظيفة طاهي مثلا، خوادم، مدير تنفيذي، مستشار، عامل مزرعة، عام مشرف مزرعة، مدير مزرعة، سائق لمسافات طويلة، ميكانيكي، شحن، يعني كومة أعمال موجودة هنا. وطبعا أهم شيء لا تنسى الكود. طبعا الشرط هذا الـ AMPC، هي الـ AMPC سبور، هذا لازم تكتبه. مثلا إذا دخلت على مدير نادي ورسيت، لازم ترسل هذا الكود مع الشركة، حتى يعرفوك انت مقدم على هاي الشركة بالذات. مثلا هنا انا مصفف شعر، ندخل على مصفف شعر، صالون، هذا مقر الصالون، موقع الالكتروني، تاريخ النشرة منذ اسبوع، يغلق في يوليو، موقع مصفف شعر. خلينا نشوف شروط، لا يوجد اي شيء عن الشروط. يعني اذا كنت تقرون وياي انه مكاتب الشروط انه يريد لغة، مكاتب شرط انه يريد ثانوية او مدرسة، هنا كل شيء مكاتب. كاتب عن غير مصفف شعر متمرس وموهوب للانضمام للفريق. يا اخي ليش ما تنضم للفريق وتقدم وتكتب سيرتك الذاتية اذا كنت حلاق؟ يعني اشياء جدا بسيطة، اشياء جميلة، عقود عمل يعني جدا بسيطة وسهلة. يعني هنا التجميل، هنا أنا عامل كهرباء، ماهر في الطاقة الشمسية، يعني هواي وظائف. طبعا أنا ما أقدر، ماهر سباك، عامل عام، خلينا ندخل على عامل عام. طبعا فتح فول تايم أو الوقت كامل، هذا الموقع هم الإلكتروني، لا تنسى أهم شيء الرقم، هذا الرقم مالتهم موجود فوق في الصفحة، بداية الصفحة. خلينا نشوف الشروط، المرشح المثالي هو لاعب إيجابي وفعال ومجتهد ويفخر بعمل جيد، تدريب عمل، عمالة ماهرة، أجور تنافسية، فوائد ممتدة بعد فترة الاختبار، يجب على القادر اجتياز فحص السجل الإجرامي. يعني طالب منك شرط واحد فقط وهو السجل الإجرامي، يكون ما عندك سجل إجرامي. ونفس الشيء هنا أنا عامل عام، تضغط على هاي تقدم على الوظيفة. ندخل طبعا ما اقدر يعني ادخل لكم الا 8 صفحات، انه لان هذا وقت وراح انتم تضوجون وانا اتعب وتتعبون همينة في نفس الوقت. من عندي احنا نتكلم بصورة عامة، بصورة مختصرة اشرح لكم كيفية التقديم، ممارس للتدليك، خبير تجميل، يعني شغلات جميلة، شغلات وظائف سهلة. يعني هاي حتى في بلدك تلقاها هاي الوظائف، انت ليش من تقدمها ببلدك تيجي تقدمها في كندا، تقدمها على الوظائف هنا. يعني انا اطلب من الجميع يقدمون. انا اجمل فرحة عندي من اساعد شخص ويجي ويقول لي اني نجحت، اني قدمت اوراقي، اني قبلوني. يعني قبل فترة اني جاني خبر من شخص كل جدا فرحت من، قال لي اني قابلت، اني قبلوني، اشكرك جدا. هاي الفرحة الي، هل انا مستفاد؟ هل ما مستفاد شيء ثاني اخر؟ يعني يا اخواني نرجع على الصفحة الاولى. طبعا هنا تكلمنا عن تأكد من استيفاء المتطلبات الاهلية الفيدرالية، البحث عن دوام كامل، هذا كله في كلام انت تقدر تقرأه. طبعا هذا النموذج لازم همينة تكتبه 5984. ندخل على عرض النماذج التوظيفية على الموقع، طبعا كله على الموقع الرسمي مال Government of Canada. وندخل ونجي هنا هي هذا، نضغط عليه وننزلها الصفحة. وطبعا هي كله كلام في كلام، كله الاسم، اللغة، التقديم، وين عايش، وين قاعد، متزوج، كم طفل عندك. طبعا هذا انه تقدر من تقدم. طبعا هاي نقطة جدا مهمة اريد اذكرها بالموضوع، انه من تقدم على الوظيفة انه انت همينة اهلك، اولادك وزوجتك واطفالك كلهم راح يجون وياك الى كندا بسبب هاي الوظيفة. يعني مو بس انت لوحدك تجي لهاي الوظيفة، مو بس انت لوحدك تجي
لهذا العمل. طبعا هنا أنا اقدر اشوفكم انه 100% هذا الموقع. اذا ادخل على هذا الموقع، دخلت هنا هم راح يطلع لي government كندا. اني راح اخلي الموقع الرئيسي للوظائف في صندوق الوصف مع الموقع الثاني مال كندا، لان انا ما انصحكم تدخلون على كندا ثم على الموقع الوظائف، لان راح تدوخون. فاني راح انزله هو لوحده الموقع او الرابط، وتضغط عليه ويفتح عندك وتقدر تقدم. طبعا شهادة عدم ما تطابق خبراتك في العمل، يعني يجب ان يكون عرضك على مستوى نفس المهارة او مستوى واحد اعلى او مستوى واحد ادنى من شهادة عدم الممانعة، يعني ما يحتاج لها ما يحتاج لها ما يحتاج لها. وعدتها 3 مرات امتحان لغة، ومكتوبة هياتها مستويات مهارة اللغة. وطبعا هيات الموقع اذا تريد تدخله، تقدم بطلب الحصول على توصية المجتمع، احنا سويناها، احنا كل هاي الخطوات سويناها بس من الخارج او مباشرة من الموقع الرئيسي وليس من الداخل الموقع Government كندا، لان راح يدوخك وراح يطولها عليك. وان شاء الله استفاديتوا، وان شاء الله تستفادون اكثر واكثر. ولا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط لايك حتى توصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين، حتى يستفادون همنا وانتم تستفادون وهم يستفادون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.